للمزيد مشاهدين انضموا إلينا هاتفيا سعادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سعادة الفريق أرحب بك معنا في هذه النشرة الاقتصادية بداية بعد التحية. يعني هو رقم هائل، يعني تسجيل اليوم الأربعاء 2 ومرور 82 سفينة دون أي انتظار، كيف تسير حركة المرور الآن في قناة السويس؟ أهلا بك يا فندم، مساءً طيبين. طبعا إحنا رقم كبير، 82 سفينة بحمولة صافية، حمولة صافية مش حمولة كلية، 4.7 مليون طن. الحركة الملاحة الحمد لله بتسير بخطة ثابتة ومتقدمة. احنا كان الكلام ده كان واضح طبعا، احنا من السنة المالية من 1/7/20 ل 30/6/21 احنا حققنا يعني العادات بتاعت القناة شهدت طفرة كبيرة جدا طبعا، رغم التحديات اللي كانت موجودة، لكن ايرادنا حقق أكتر ايراد موجود على تاريخ القناة اللي هو 5.84 مليار دولار مقابل 5.710 مليار السنة السابقة بزيادة حوالي 2.2. احنا الفترة دي الحمد لله النقل البحري والتجاره العالميه يعني تحسن والظروف تحسن، وبالتالي احنا بنشهد اعداد من الحملات والسفن اكبر مما كان في الفترات السابقه. برضه نرجع نقول ان دي كان نتيجه السياسه التسويقيه المرنه اللي احنا خدناها اللي قللنا بيها التاثير السلبي لكورونا، فاستفدنا ان احنا جذبنا عدد من السفن زياده ما كانش بمر عندنا، وبعد كده لما رجعت التجاره كمان لمعدلها الطبيعي رجعت لنا المراكب اللي كانتش بتعدي نتيجه كورونا، وبالتالي حصلت الزياده اللي احنا بنتكلم عليها. الايرادات برضو شهر يوليو برضو كانت عامله طفره كبيره جدا كلها، يعني اكتر من السنه اللي فاتت بنسب بتتراوح ما بين عدد السفن 17%، الحمولات الصافيه 18% والايراد حوالي 20%، ارقام طبعا ما كانتش متواجده قبل كده. احب اقول الكلام ده ونقول ليه دلوقتي، لان في من كام يوم كده طالع عماله اشاعات ان قناه السويس الجديده ما كانتش ليها لازمه، وان قناه السويس الجديده ما بتجيبش نتيجتها. لو ما كانتش بتجيب نتيجتها ما كانتش حققت كل هذه الارقام. صحيح، الحمولات الكبيره دي. سعادة الفريق تحدث انها حققت ارقام مهوله في هذا العام بالتحديد، يعني رغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه الظروف، يعني برايك ما هي الخطه او الاستراتيجيه التي ستضعها القناه في الفتره القادمه لضمان يمكن مزيد من السيوله في حركه الملاحه في قناه السويس؟ الخطه بتاعتنا بتعتمد على اكثر من محور، منهم طبعا السياسات التسويقيه، بالرغم من ان عاده الحركة الملاحه ثاني احنا ما زودناش، خلينا المنشات اللي احنا كنا عملنا بيها التخفيضات من 17% ل 75% زي ما هي موجوده، نظرا لان برضو العمليه لسه مزلزله مش ثابته، وبالتالي احنا برضو حافظنا على الارقام التخفيضات عشان نظل نجذب السفن دي ولغايه لما تبقى العمليه ستد، ممكن بعد كده نشوف ايه اللي هيتم. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعمل تطوير في مجرى الملاحه وبنقدم خدمه متميزه للعملاء. التطوير ده بيشمل حاجات كتير قوي، منها طبعا التعميق، ومنها الدواج اللي هنعمله في البحيرات المره الصغرى، وهنعمل تعميق في الجو 30 كيلو في الجنوب من 132 132 تركيب القناه للكيلو 162، هنعمل زياده في العرض 40 متر وفي العمق من 66 قدم ل 72 قدم. فطبعا المحاور بتاعتنا دي بتخلي دايما العملاء بيبص على قناه السويس دايما كمان في التطوير. صحيح، ودايما احنا شغالين في للاحسن للعملاء، كل ده احنا بنعمل للعملاء بتاعتنا، فدي محاور يعني احنا بنعملها علشان نحافظ على الايرادات. يعني سياده الفريق في هذه النقطه، يعني اهميه تطوير المجرى الملاحي في قناه السويس من وجهه نظرك، وكيف سيساهم في جذب العديد من الاستثمارات في الفتره القادمه؟ اشكرك على السؤال ده. طبعا احنا بنقول ان احنا بنعمل يعني مثلا الازدواج اللي احنا بنعمله في بحيره المر ده ال 10 كيلو دول اللي هو من كيلو 122 لكيلو 132 10 كيلو بس، لكن ده هيسمح لنا بزياده عدد السفن اللي تبقى جوه قناه السويس 6 سفينه. صحيح، عشان كده احنا بنقدر نستقبل دلوقتي يعني يمكن 82 يمكن بنطلع ل 100 سفينه بعد كده، واحنا عدينا الرقم ده لما كانت ايفر جيفن بعد ما اتحلت المشكله بتاعتها. صحيح، كان في 422 سفينه عالقه، احنا كنا بنعدي خلصناهم في 4 ايام، كنا بنعدي تقريبا كل يوم 100 سفينه، فاحنا بنوري للعملاء كمان ان احنا قادرين ان احنا نعدي السفن اللي هي العملاقه الضخمه زي يعني رب ضارة نافعه كما يقولوا. طبعا يمكن حضرتك ذكرت ان في سفينه النهارده بالجنوب بتتقدم 240,000 طن، ارقام كبيره طبعا لا يمكن كانت تعدي لو كانت قناه السويس الجديده موجوده بالاعماق الجديده اللي اتعملت والتوسعه اللي حصلت في قناه السويس. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.